تلعب تسديده والكره في الجول.
يبعدها نيكولاس. تقدم داخل منطقة الجزاء وهنا الكرة العرضية والرأسية والهدف الأول يأتي عن طريق كودوين منسا يدون الهدف الأول. فوزياز هذه لبونيوف كولسا تدافع لروحاس مصالبون أحمد زور بوش توب هسا مصالبون توب هسا لدوی دروازه حامد دایبر گول توی دروازه کودوین منسا دروازه یه 9 دقیقه زمان بازی گذشته از طریق ارسان فوتبال آندرلاین تی وی هم همراه با فوتبال برتر باشید. یه پاس عالی گاردین منشا توی دروازه، گل سوم منشا برای پرسپولیس به ثمر میرسه. بازی میکنن برای ماهینی، محرمی در موقعیت سان کوتاه برای منشا میچرخه میزنه و توی دروازه، گل برای پرسپولیس. غفلت مدافعین یادشون رفته بود. الاول ابد في امر عن الصيف الثانيه هل يكون هناك راي منسا على الصيف هل يعاود تالقه تقدم في الامام الاهلي السعودي في هذا اللقاء حتى الان ضغط بالفريق الايراني خطر جدا. جودوين مانسا هدف التعادل. جودوين مانسا ادوتر للهجمات وبالتالي حاول هنا على حدود منطقه الجزاء والكره تلعب تسديده والكره في الجول. يبعدها نيكولاس تقدم داخل منطقه الجزاء وهنا الكره العرضيه لمصلحة بيرد بيزابولت ضاعت على تحيل. أقول لك الوضع المثالي أن يسجل تحيل، لكن هنا الله الله ضغط الكره الايراني خطر جدا. جودوين مانسا